اليوم كما كتشوفوا أنه هناك مجالس لا نقول عنها تأديبية، هي بين آلاف الأقواس، هي مجالس صورية، مجالس بتهم كيدية، مجالس فاقدة للشرعية. الغاية منها هي تخويف الأساتذة وإفزاعهم، واليوم نقول بأنه ضرب في الديمقراطية، ضرب في السنوات التي قضاها المغرب من أجل ترسيخ الديمقراطية. نقول أنها عودة، أو لا نقول عودة، وإنما استمرار سنوات الرصاص بصيغة أخرى. لقد تم فعلا إغلاق سجن تازما مارت، وتم إغلاق السجون، لكن هناك استمرار لها في الواقع كما ترون اليوم. حينما يخرج الأساتذة من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة، نقول أن الذي يجب أن يحاكم اليوم في هذه المجالس التأديبية هو رئيس الحكومة المغربية، هو الذي وعد في الحملة الانتخابية، وعد بزيادة الأساتذة ب 2500 درهم، لكن لم يكن هناك شيء من هذا إلا بعد حراك التعليم، ولم تكن 2500 وإنما كان الفتات. لذلك الذي يجب أن يحاكم على كذبه هو رئيس الحكومة المغربية. لماذا لا نحاكم، ياك ربط المسؤولية بالمحاسبة أو ربط المحاسبة بالمسؤولية، لماذا لا يحاكم رئيس الحكومة أمام نساء ورجال التعليم على ترويجه في حملته الانتخابية للكذب؟ لماذا يحاكم الأبرياء العزل؟ لماذا يتم التضييق على الفعل النقابي؟ ألم نخرج نصدح بحناجرنا من أجل حقوق عادلة ومشروعة، ومن أجل مدرسة عمومية لجميع أبناء المغاربة، ومن أجل القضاء على التعليم الطبقي، هذا التعليم الطبقي الذي يستفيد منه البعض وتنعدم فيه تكافؤ الفرص؟ لماذا يتم تدريس أبناء المغاربة لا أقل على ذلك ما وقع في زلزال الحوز، حينما نصبت هناك خيام تم يعني العصف بها من جديد بعاصفة البرد، وما زال الناس يعانون تحت المطر ويعانون من شدات البرد في تلك الخيام التي تم نصبها لهم. إذا نقول اليوم بأن هذه المحاكم التأديبية رجوعا إليها تم توقيف بعد الحراك التعليمي، وبعد رجوع الأساتذة بعد صدور بيانات النقابات الأكثر تمثيلية ورجوع الأساتذة إلى الأقسام، تم توقيف أزيد من 540 أستاذ، وتم إرجاع منهم النصف بدون مجالس تأديبية، وإصدار قرارات من قبيل الإنذار والتوبيخ في حقهم، وتم إرجاع 203 الأساتذة. هم اليوم الجمعة، كان الأصل أن يعرضون يوم الاثنين، ولكن من أجل كسر الفعل النضالي، لأن كانت هناك دعوات من أجل الوقوف جنبا إلى جنب مع الأساتذة، لكن تم إرجاؤها من أجل زعزعة هذا الشكل النضالي إلى يوم الجمعة إلى اليوم. واليوم يتم عرض أساتذة على التاسعة صباحا، وهناك استدعاءات على الساعة الثانية. وهنا أشير إلى إشارة على أنه اليوم الجمعة، ويوم الجمعة البيع في إقامة صلاة الجمعة اللي هي على الساعة الثانية تزامنا مع عقد المجلس التأديبي، يبطل البيع ويبطل الشراء ويبطل الزواج ويبطل توثيق أي عقد من العقود وكذلك الأحكام. لماذا يتم إصدار هذه الأحكام والاستدعاء إلى المثول إلى المجالس التأديبية يوم الجمعة على الساعة الثانية، ونحن في إمارة المؤمنين في دولة إسلامية يجب أن تحترم هذا اليوم؟ كانت أحكام الإعدام أو أحكام أي الأحكام كانت لا يتم الحكم يوم الجمعة، ولا يتم الزواج يوم الجمعة، ولا يتم البيع يوم الجمعة، ولا يتم عقد أي العقود يوم الجمعة، لأنه يوم الجمعة إذا نودي إلى الصلاة، فكيف يتم المناداة إلى الصلاة على الساعة الثانية ونحن نمثل أمام هذه المجالس التأديبية الصورية الفاقدة للشرعية؟ هذه المجالس التأديبية تم فيها تهم كيدية من قبيل الانقطاع العمل، لماذا لا يتم تحريك مسطرة الانقطاع العمل وطرد وتوقيف هذا الأستاذ؟ مسطرة
التوقيف عن العمل أو مسطرة الانقطاع عن العمل يجب أن يصدر استفسار من طرف المدير وأن يتم الجواب عنه. نحن كنا في إضراب والإضراب لم يصدر بعد قانون الإضراب، ما كاينش شي قانون ولا عقوبة إلا بنص، ما يمكنش لك أنت تشرع الأحكام، الأحكام يتم تشريعها من طرف الجهات المختصة. هي دولة خبيرة في إعطاء بيد والنزع بيد أخرى، غتزيد لك 500 درهم ولا 1000 درهم، ولكن غتمشي المستوى ديال أنها تحيد هذاك بليد الإصرية في المستوى ديال التقاعد.